النهارده تم نقل رفات ملكة مصر السابقة الملكة فريدة، يعني اللي في 20 يناير كانت ذكرى زواجها من الملك فاروق سنة 38. القصة معروفة انه وكنا ناقشناها في هذا البرنامج، انه مع التوسعات في الطريق المؤدي لمنطقة كتير من الجبانات والمقابر في منطقة الإمام الشافعي، كان يعني يستوجب نقل عديد من المقابر هناك. وإحنا اتكلمنا على المقابر دي، واتكلمنا على الطابع المعماري الفريد في هذه المقابر، وكان هناك طلب من الأسرة المالكة تقدمت به للجهات المسؤولة أن يتم نقل رفات الملكة فريدة من مقابر أسرتها ذو الفقار لتدفن مع بناتها، بناتها طبعا من الملك فاروق. طبعا الملكة فريدة تم طلاقها من الملك فاروق سنة يعني تم طلاقها من الملك فاروق بعد فترة من زواجها. معي على الهاتف الدكتور ماجد فرج، المؤرخ والباحث المتخصص في شؤون الأسرة الملكية. بس قبل ما نستقبل دكتور ماجد، خلونا نشوف هذه الصور وهذه المعلومات عن ملكة مصر السابقة فريدة.